السلام عليكم الشباب، السلام عليكم الإخوان، السلام عليكم أيها الرياضيون. مرحبا بكم معايا اليوم في بلاتو سبور، قناة الفرجة والتشويق، قناة المتعة والإثارة، القناة الأكثر تنوعا من حيث المحتوى. للضرورة أحكام الظهور ديالي اليوم تفرضه الظرفية أو الزمان، حيث أنه البارحة تم إجراء قرعة كأس العالم مقابلة السد للقارة الإفريقية الماما أفريكا من أجل الترشح إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. هذه المقابلات هي عبارة عن خمس مقابلات سيتم من خلالها إعلان خمس منتخبات ستمثل القارة الإفريقية، ستلعب باسم الماما أفريكا في قطر في عرب مونديال العرب 2022 يا سادة. المهم قبل أن ندخل للتحليل والنقاش، اعطونا اللايك، اعطونا الجيم، اعطونا لابونمون، كونوا معنا قالبا وقالبا. بلاتو سبور هي دائما منكم وإليكم ومعكم على بركة الله. مقابلات السد يا سادة لمونديال العرب مونديال قطر 2022 للقارة الإفريقية أفرزت عن خمس مقابلات، لكن الميزة الخاصة في هذه الخمس مقابلات هو أنه لن يكون هناك لقاء عربي، العرب لن يلعبوا ضد بعض والحمد لله، يعني العرب اليوم غادي يواجهوا الأفارقة. لو ما نمروش، لو ما نتكلفوش، لو أننا ما نتأهلوش فالذنب علينا حنايا، ما غنقاتلوش بعضياتنا لأول مرة، وإنما سنقاتل غرب القارة، وهذا إيجابي. لماذا يا سادة؟ لأنه خمس مراكز، خمس مقاعد يا سادة متاحة للإفريقيين والعرب أربعة، عندك المغرب، الجزائر، تونس، مصر، لها كل الحظوظ من أجل التأهل. لأول مرة تنصفنا القرعة كعرب، لأول مرة نحن كعرب نواجه غرب القارة في إقصائيات كأس العالم، وكلنا آمال في مونديال العرب، في مونديال 2022 بقطر، أن تكون المشاركة العربية وفيرة. هذه المشاركة يا سادة حتما لزما ولزاما لن تكون سهلة. المشاركة في القرعة التي أعطت مقابلة قمة، مقابلة كلاسيكو، سيلزم على العرب أن يبينوا علو كعبهم، أن يبينوا أنهم كويرية، عندهم منتخبات قادرين على القتال من أجل التأهل لمونديال العرب قطر 2022. قبل أن أدخل في التحليل والنقاش للمقابلات الخمس، علي أن أقول شيء مهم. أنا أعاتب الاتحاد الإفريقي ومسؤولين عن الكرة في إفريقيا على الظرفية والزمان والمكان الذي تم فيه إجراء القرعة وطريقة إجراء القرعة. عادة يا سادة نورمالمون لما كتكون شي حاجة عالمية، تظاهرة عالمية،
في أوروبا جميع القرعات التي تنظم لكي تكون هناك شفافية ومصداقية تنظم في مقر الفيفا. في مقر الفيفا يتم تنظيم القرعة. فلماذا يا سادة لم يتم تنظيم هذه القرعة في مصر في مقر الاتحاد الإفريقي؟ لماذا الكاميرون؟ لماذا تم تنظيمها في دولة الكاميرون؟ علي أن أعرف السبب. هذا سبب لست أجهله، ونحن نتكلم ونحكي عن الشفافية في أفريقيا. ثاني شيء، الزمن. كيف يعقل وهذا لا يقع إلا في قارتنا السمراء في القارة الإفريقية؟ كيف يعقل يا سادة أن نحن كنلعبوا المنتخبات تلعب كأس إفريقيا وداز البريمير تور والجميع تيحضر راسو المقابلات دور ال 16؟ يعني الناس مكونسونطريا، خرج من خرج بقي من بقي، الناس مكونسونطريا. يوم قبل يوم ال 16 تأتي قرعة المونديال مقابلات السد. يعني هاد الناس هادو اللي لاعبين المقابلات وتيوجدوا في الكونسونطراسيون مع الفرق ديالهم والمنتخب ديالهم سيخرجون عن تركيزهم. علاش؟ لانه اللعابه غادي بشري عادي، بنادم راه عادي، غير بدا يناقشوا القرعه مع من طحناها فين تلاقيناها ضمن غنلعبوا. مشات الكونسونطراسيون ديال سيدو شاشور النهايه، وهذا لا يقع الا في القاره الافريقيه. يعني المكان والزمان في هذه القرعه لمقابلات السد، لمقابلات مهمة تقرر مصير من سيذهب لكأس العالم في القارة الإفريقية، لا يمكن أن يقع هيك أغلاط إلا في قارتنا السمراء الماما أفريكا. ندخل للتحليل والنقاش. القرعة أعطت يا سادة 5 مقابلات. المقابلة الأولى، مصر ضد السنغال، عنوانها إما محمد صلاح أو ساديو ماني في مونديال عرب. إما محمد صلاح أو ساديو ماني في قطر 2022. مقابلة كلاسيكو، مقابلة أنا أقول هي مقابلة التاريخ. لكن في مثل هذه المقابلات تربح تمشي لكأس العالم، انسى التاريخ، الغي التاريخ. احنا ولاد اليوم، مصر يا سادة بقيادة محمد صلاح، مصر عندها محمد الشناوي، عندها النني، غير هيك المنتخب ضائع. مصر عندها مدرب كيروش يركن لخطة دفاعية. مصر المدرب ديالها مازال ما لقاش البوست ديال محمد صلاح كيف يوظفو. والإشكال ديال المنتخب المصري وهذا تعاني منه جميع المنتخبات الإفريقية الكبيرة هو أنه، وهذا الشيء اللي بينت لنا الكرة الإفريقية حاليا في هذه الكأس الإفريقية، هو أن الإشكال كاين ملي كيكون عندك لعاب يا سادة كيلعب في ليفربول ولعاب كيلعب في الأهلي المصري، فهناك فرق كبير تكتيكمو، فرق كبير في التعامل، فرق كبير يا سادة في الإنسيابية ديال الكرة. لهذا يا سادة المنتخب المصري محمد صلاح تيعوم في جهة وبقية اللاعبين تيعوموا في جهة ثانية. فالإشكال ديال المنتخب المصري هو أن كيروش المدرب عليه أن يلقى البوست ديال محمد صلاح، يعرف يوظف محمد صلاح، يعرف يخد الإيجابية السرعة التهديف ديال محمد صلاح. الإشكال ديال المنتخب المصري هو أنه لا يسجل أهداف كثيرة. المنتخب المصري دائما وإن سجل غيسجله محمد صلاح، وهذا صعب لأن المنتخبات تلتفت إلى هذه النقطة. من غير هذا المنتخب المصري منتخب الوحدة، المنتخب المصري قال دائما كلمته في إفريقيا، والمنتخب المصري الوحيد في العرب حاليا القادر باسم التاريخ باسم الكرة أن يقارع السنغال. نمشي المنتخب السنغال يا سادة، هذا المنتخب يعني أسماء، الأسماء يا سادة: مينجي، حارس تشيلسي، ساديو ماني، كوليبالي، يعني أسماء كبيرة.
منتخب كبير، ولكن الإشكال ليس دائما يكون عندك أسماء كبار يعطوك منتخب كبير. التلحيمة والتوليفة على المدرب سيسي أن يلقاها، على المدرب سيسي أن يصنع سنغال موحدة، ماشي سنغال فيها ساديو ماني يجري وحده والمنتخب السنغالي لا يفهم شيء. الإشكال في السنغال أنها فريق الفرضيات. السنغال يا سادة في هذه الكأس الإفريقية أحبطت، السنغال يا سادة في هذه الكأس الإفريقية فشلت، السنغال يا سادة لحد اليوم لم تعطي هذه السنغال الكبيرة. ندخلوا لمقابلة كأس العالم، مقابلة كأس العالم غير ومقابلة كأس إفريقيا غير. علاش؟ لأن لا موتيفاسيون اللي كتكون عندك وانت لاعب كأس العالم ماشي بحال لا موتيفاسيون وانت لاعب كأس إفريقيا. هناك منتخبات تعطي الأولوية للتأهل لكأس العالم، ومنتخبات تريد كأس إفريقيا كما تريد كأس العالم. المهم، المقابلة الأولى ستكون في القاهرة في مصر، ومقابلة الإياب ستكون في السنغال. هذه المقابلة دائما ما تلعب على جزئيات بسيطة، ما تلعب على يعني الحضور الذهني والفني والتكتيكي لجميع اللاعبين. الحمد لله هذين المنتخبين عرفوا كأس العالم، راحوا لكأس العالم، فاهمين ما معنى أجواء كأس العالم. أقول صراع التاريخ يا سادة. المهم، المقابلة ستكون فاصلة، المقابلة ستكون صعبة. أنا أقول مصر إلى كأس العالم، السنغال إلى دكار. لماذا أقول هذا؟ لأن الإشكال اللي كاين هو الوحدة المصرية، التكافل المصري. يعني مصر عندما تحتاجها في إفريقيا تجدها، السنغال عندها رقيقية، السنغال عندها كويرية، السنغال عندها يعني فنيات كبيرة، ولكن التلاحم غير موجود في السنغال، وهذا يخلف معاك في مقابلات من أجل التأهل لكأس العالم يا سادة. المقابلة الثانية يا سادة تجمع بين الكاميرون كبيرة إفريقيا ضد الجزائر كبير العرب حاليا. المقابلة هي مقابلة من أقوى المواجهات التي أعطتها القرعة، ولكن يا سادة علينا أن نعرف على أن هذه المقابلة ستلعب على جزئيات بسيطة. هذه المقابلة ستكون محكا حقيقيا للمنتخبين ذهابا وإيابا. المقابلة للذهاب ستكون في الكاميرون، الإياب سيكون في الجزائر. هنا منتخب الكاميرون بقيادة أبو بكر المهاجم الكبير هداف كأس إفريقيا للأمم الحالي. هذا المنتخب قوي من حيث المجموعة، من حيث التلاحم، من حيث اللياقة البدنية. المنتخب الكاميروني عنده واحد اللياقة بدنية ما شاء الله، يلعب معك 90 دقيقة يكسب التلاحمات ديالو، ولكن يقارع منتخب الجزائر. نعم، فشلت الجزائر في كأس إفريقيا، نعم خرجت الجزائر من كأس إفريقيا، لكن صدقوني تبقى الجزائر كبيرة بمدربها بالماضي، تبقى الجزائر كبيرة بجيلها الحالي. هذه الجزائر قوية، وأنا أقول لكم من الآن الجزائر إن تأهلت لكأس العالم ستعدب كبار أوروبا في كأس العالم، لأنه الجزائر يا سادة أحسن منتخب إفريقي حالي يلعب الكرة تكتيكيا. يعني باش ما تفهمونيش غلط، الوقفة ديال اللعابة طريقة باش يبعدهم بعضياتهم من أجل البناء الهجومي، طريقة ديال مقارعة الكرة والبناء ديالهم الكرة، أحسن منتخب إفريقي يعمل هذا هاد الساعة. تقولوا لي وراء الجزائر تقصات، نعم أخفقت الجزائر، أقولها أعيدها أكررها، خرجت الجزائر من كأس إفريقيا، لكن لماذا؟ بسبب غرورها، بسبب تعنتها. الجزائر يا سادة دخلت مغرورة بعدما فازت بكأس العرب، بعدما فازت بالكأس الإفريقية، ظن الجزائريون، ظن كل اللاعبين، الجمهور، كل المسؤولون في الكرة على أن هذا الجيل لن يخفق، هذا الجيل أينما حل وارتحل غادي ينجح. لكن يا سادة هذا يعني خرافة، هذا ليس له أي شيء من المنطق. الجزائر عليها أن تعيد ترتيب بيتها. الجزائر نرجع نديروا الفلاش باك ونعرفوا،
المقابلة الأولى والثانية في كأس إفريقيا، لو سجلت الجزائر الفرص المتاحة لها لكانت الجزائر اليوم في دور 16. الجزائر أمامها عقم هجومي خصها تخدم عليه، الجزائر أمامها القتالية ديالها خصها ترجعها، الجزائر أمامها الوحدة ديالها خصها ترجعها. إن تم هذا فكونوا أكيدين عن أن الجزائر ستكون في قطر 2022. أنا عندي ثقة كبيرة في بلماضي، لأنه يا ريت لو جميع المنتخبات العربية كان عندها مدرب مثل بلماضي ابن البلد يريد أن يخدم البلد. المهم مقابلة الجزائر الكاميرون، أنا أقول الجزائر إلى قطر، الكاميرون ستعود إلى بلادها. المقابلة الثالثة يا سادة بين نيجيريا وغانا، نيجيريا الكبيرة نيجيريا التاريخ، وغانا الكبيرة غانا التاريخ. لكن اليوم يا سادة الإشكال، نيجيريا بجيل جديد، بملاعبية بكويرية، بناس عاطين، بناس متعين في كأس إفريقيا، وغانا بأندري أيو بجيل قديم أكل عليه الدهر وشرب. غانا يا سادة بهذا الجيل لن تقدر على مقارعة نيجيريا، غانا يا سادة بهذا الجيل ستتعذب أمام نيجيريا. نيجيريا ستكون يعني في أقوى لحظاتها، في أمتع كرتها، وستثبت بصمتها. المقابلة هنا لن أطال فيها، في هذه المقابلة نيجيريا إلى قطر، غانا إلى بلدها. المقابلة الرابعة مالي تونس. المقابلة هي مقابلة عشناها وشفناها في كأس إفريقيا، مقابلة الفضائح التحكيمية، المقابلة التي انتصرت فيها مالي. لكن يا سادة المنتخب التونسي أضاع ضربة جزاء، المنتخب التونسي يعني طعنه الحكم، أخذ من وقته في المباراة، المنتخب التونسي لم يكن في أحسن أحواله، رغم هذا خسر بهدف 1-0. لو ترتب تونس بيتها، تعيد تفكيرها، تكون في يومها ستقهر مالي يا سادة. المنتخب التونسي أنا أقول عنه إيطاليا العرب، جرينتا العرب، تونس تقاتل، تونس الخبط الكروي عند تونس، التكتيك عند اللاعب التونسي. أنا أقول لو تونس ترجع لتكتيكها، لو تونس مع منذر الكبير تعرف تلعب المقابلة في مقابلتين تقسم القوة ديالها، ستكون تونس في مونديال العرب. مالي معكم جميعا منتخب قوي، ولكن التجربة يا سادة هنا تختلف. لماذا يا سادة؟ مالي لم تروح لكأس العالم، لم تعرف كأس العالم. التاريخ يقول تونس حضرت لكأس العالم، تونس أمتعت في كأس العالم. كاين شيء مهم، المقابلات تلعب ذهابا وإيابا. أين تلعب مالي يا سادة؟ مالي تتلعب عندنا في المغرب في أكادير، مقابلات الذهاب ديالها، وتونس ستلعب في تونس العاصمة مقابلة الإياب في رادس. يعني يا سادة تونس لن تختبر الأجواء الإفريقية، تونس ستلعب مقابلتين في معقلها، أرضها أمام جمهورها، لأن أكادير ورادس نفس الشيء. وهنا هذا هو يعني اللي كيعطي الأحقية والأسبقية لتونس. بس ما تفهمش غلط، كرويا فنيا مالي أحسن، لكن من ناحية التجربة، من ناحية الخبط الكروي، من ناحية التكتيك تونس أحسن. ولهذا أنا أقول تونس إلى مونديال العرب، ومالي ستعود إلى بلدها. المقابلة الخامسة، مقابلة المنتخب الوطني المغربي ضد الكونغو الديمقراطية، ما يسمى سابقا جمهورية الزير. احنا عندنا تاريخ مع الزير، يكفي اننا نفكر المقابلة الافتتاحية 1988، هدف كوبونغو في مرمى عزمي، خرجنا 1-1 بعد ضربة جزاء ديال كريمو. هذا المنتخب منتخب لا دائما ما كان قوي، هذا المنتخب ما كانت الكرة في الزير عندها لاعبين منظمين، لاعبين قويين. ولكن يا سادة علينا أن نعترف في قرارات ذاتنا، علينا أن نقول جميعا كمغاربة،
إنها الفرصة الذهبية لأن نروح على مونديال العرب 2022. لماذا؟ خصنا نعترفوا على أن أسهل قرعة أخذها المنتخب الوطني المغربي، لأن المنتخبات الأخرى ذو اسم كبير. هذا المنتخب الذي سنقارعه، مع احتراماتي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تشارك حتى في كأس إفريقيا للأمم، لم تتأهل حتى لكأس إفريقيا للأمم. ثاني شيء يا سادة، احنا لافونتاج اللي عندنا هو أنه حاليا في ظل جائحة كورونا كان لعبوا كأس إفريقيا كمقابلة تدريبية تمهيدية. هذه الكونغو الديمقراطية من آخر مقابلة في نوفمبر لم تلعب أي مقابلة رسمية، لم تختبر نفسها. كونغو الديمقراطية منتخب مغمور، منتخب مجهول، منتخب غير معروف. ولكن العبرة بالخواتيم يا سادة. لماذا؟ المغرب بخليلوفيتش وكل نجومه سيقارع من يا سادة؟ سيقارع هيكتور كوبر الذي كان مدرب المنتخب المصري. هيكتور كوبر المدرب العالمي، أقولها أعيدها أكررها. لماذا العالمي يا سادة؟ أخسر الشامبيونز ليج ضد ريال مدريد، أخسر الشامبيونز ليج ضد الإف سي باير، أخسر نهائي كأس إفريقيا مع المنتخب المصري، وخسر لكوبا دي إيطاليا مع الإنتر. كوبر يا سادة يعرف ما هو كأس العالم، يعرف ما هي الكرة العالمية، التفكير العالمي. مدرب كبير يواجه خاليلوفيتش ويواجه المنتخب الوطني المغربي. أنا هنا لا تهمني الكونغو الديمقراطية بأكثر ما يهمني المنتخب الوطني المغربي. احنا جميعا شفنا المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا. هذا المنتخب يخوف، هذا المنتخب ليس بالمنتخب الكبير. لا خوف على حراسة المنتخب الوطني في وجود بونو. الدفاع دفاع قادر أن يقاوم بقيادة السيس، ولكن يا سادة عندنا إشكال في وسط الميدان وعندنا عقم هجومي صعب يا سادة. لا يمكن يا سادة أن بوفال وأن المصيري أو أي لاعب تاني يودينا للمونديال. علينا كمغاربة أن نقف، أن ننسى ونتناسى مشاكلنا. إذا بغينا نمشيو للمونديال يا سادة، علينا أن نأخذ الكونغو الديمقراطية مأخذ الجد، أن نعرف أنه منتخب يلعب الكرة. خصنا نعرقو التوني، خصنا نتقاتلو على التوني باش نمشيو للمونديال. ثاني شيء، على خليلوفيتش والجامعة المغربية أن يتغاضوا على المشاكل اللي بين الجامعة وبين زياش وبين المزراوي. إلا ما جبناش زياش وما جبناش المزراوي ما نمشيوش للمونديال، لأن الحل في وسط الميدان مع زياش. الحل أنك تحرر حكيمي، تلعب مزراوي في اليمن كمدافع أيمن، وتزيد حكيمي الوسط الميدان. غيكون عندك متعة في وسط الميدان، وغيكون عندك ترقيقيت في الكرة في وسط الميدان. علينا كمغاربة من أجل هدف واحد، فرصة ذهبية، أننا نشوف المنتخب ديالنا في مونديال العرب. عيب يا سادة مونديال العرب من غير المغرب، عيب تنظم المونديال في دورة عربية ولا يذكر النشيد الوطني هناك. لهذا علينا مرة أخرى أن نتناسى مشاكلنا، على لقجع رئيس الاتحاد المغربي، على خليلوفيتش مدرب المنتخب المغربي أن يفهم جيدا، لا أحد فوق المغاربة، لا أحد فوق كرة القدم الوطنية. المشاكل موجودة، لكن نحتاج لكل لاعب، نحتاج لكل واحد يقدر أن يفيد الكرة الوطنية. زياش قادر على إعطاء الإضافة في وسط الميدان، المزراوي قادر أن يكون واحد من المفارقات في الدفاع المغربي. وأنا أقول لا أريد أن أروح بعيد، ولكن يا سادة علينا أن نأخذ المنتخب الكونغولي بمأخذ الجد لكي نروح على مونديال قطر 22. المغرب في قطر 22 والكونغو ستعود إلى بلادها. رسالتي الأخيرة هي موجهة لجميع العرب. رسالتي الأخيرة، كرة القدم تجمع ولا تفرق. الكرة يا سادة تجمع الناس، كتلاقي الناس ولا تفرق. علينا كعرب أن نشجع جميع المنتخبات العربية، علينا كعرب أن نتمنى الخير لبعضنا، علينا كعرب أن نقف أن في الحزازات السياسية، أن لا ندخل في المشاكل بين الشعوب العربية. نحن دائما، أنا كمغربي نتمنى
ان الجزائر مصر وتونس يمشوا للمونديال ونشوفهم في المونديال، ولكن اتمنى ان لا يحقد عنا لا الشعب الجزائري ولا الشعب المصري ولا الشعب التونسي. هي كرة القدم في الأخير تبقى لعبة لها أبعادها، ولكن أول فرصة للعرب في مونديال العرب، عيب علينا ألا نشجع العرب في مونديال العرب. جميعا كعرب نريد أن نتأهل للمونديال. الفرصة معطية للمغربي، معطية للتونسي، معطية للمصري، معطية للجزائري. لو منتخب المغربي اللي يلعب يشجعوه جميع العرب سيكون في أوج عطائه، لو منتخب الجزائر يبعد عليه جميع الحقد العربي سيكون في أوج عطائه، كذلك المصري والتونسي. الكرة يا سادة أعيدها أكررها وأقولها، لا تفرقش، الكرة تجمع الناس، توحد الشعوب، الكرة توقف الحروب، الكرة يا سادة هي رسالة سلام، رسالة سلام مني إليكم إلى الجميع. كانت هذه هي سادة اليوم بلاتو سبور في عجالة. أنا لم أحلل المنتخبات كما كنت أريد، ولكن الحدث فرض علي أن أتكلم في قرعة إقصائيات كأس العالم للماما أفريكا المؤهلة لقطر 2022. كان هذا التحليل في عجالة. أتمنى إن أعجبكم الفيديو تعطيونا اللايك، تعطيونا لابونمو، وتعطيونا الجيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.